أقل كثير مثلا عن الدوري في الأرجنتين أو الدوري في البرازيل وضع طبيعي، أو حتى في تشيلي اللي هي أصلا ما وصلت. كرة اللعب أمامية وهجمة، وهذا هو فييري يتقدم على طول يحطها في الجول فييري ويحطها، وهدف ثاني لفييري، هدف ثاني لفييري، هذا هو يسجل الهدف الثاني فييري فييري فييري، وهدف إيطالي ثاني في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول من المباراة. عمل الفارق فييري في الخط الأمامي، وتوتي يعمل الفارق أيضا في الخط في نص الملعب، لذلك اثنين قاعدين يكملون بعض. دبياجو يظهر هو اللي لعبه لفييري، ولاحظ هني يتقدم فيها على طول، وبالتالي حاول الحارس اصطدت فيه وعدته وكمل عليها. لاحظ لاحظ حاول لعبها من 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 تحت ريله، اصطدت في ريل الشمال وعمل فولو عليها وكمل عليها وحطها بشماله، وبالتالي هدف ايطالي ثاني بامضاء فييري. اذا فييري الان يتساوى و يوندا داهل تومسون اللي هو لاعب الدنمارك، يوندا داهل تومسون اللي سجل هدفين، فيما كلوز الألماني عنده ثلاث أهداف. الآن طبعا اللي هو فييري عنده هدفين في هذه المباراة، ولسه المباراة يدوب في بدايتها، والكرة اللعب هذا فييري يحاول يمشيها لدوني تتخلص. إيطاليا 2 الإكوادور لا شيء، وأمامية